كلارا اكاونتينج مانجر عند فريد معتوب. شو بدها تكون عم تعمل هاد مروة؟ برأيك انا عم بفتري عليها مثلا او عم بتخيل؟ ما انا شفتها هنيك يا خي. هيني من دقلها ومنتأكد. ما تدق الا ولا تروح لمطرح، بس شوف احكي معها مباشره وبنصحك شغله، تحطها عند حدا لانه صايره وقحه. ليك عم اهلك شوي جاي معصب سكتنا، ما تشبه حكي يمين شمال. ما عم شبه حكي، بس يمكن اذا بخبرك شو صار انا وياها بعدين تبقى بتفهم عن شو عم بحكي. خبرني شو صار. لا معلش بلاغ. لا خبرني شو صار. بدك تعرف؟ ايه اكيد بدي اعرف. رح خبرك. تتذكر ليلة اللي كان عنا مداهمة على المطعم؟ ايه. قلت لك انا سابقك على البيت، قلت لي انا بلحقك، وصلت على البيت وكانت كلارا هون. وقاعدين انا وياها وصار فجأة بدها تخبرني انه هي بتهتم فيي وانه انا بعجبها وبتحبني وهي بتعرف كثير منيح انه انا في حدا بحياتي وانا بحبه لهذا الحدا. فهمتني هلا؟ فل وائل فل. فل احسن. حطها عند حدا. نصيحة. وائل طيب احكيني شوي. شوفي شو بدك؟ يعني هلأ محرزة تعمل زعلة مشان روجي؟ ليه عم تتصرف معي هيك؟ بعدين عيونك ببطلوا حلوين لما بتكون زعلان. طريقة ذكية حتى تراضيني. مو مهم الطريقة، المهم النتيجة. بس ما رضيت. طيب و سألت لك إني كثير بحب أطلع بعيونك. شو عبالي والله؟ غزلان بفرض النار. بتعرفه؟ لا شايفه مرتين ثلاثة. بس بيكون ما انتبه له. أنا لازم أمشي. وائل أكيدها مروة. إيه خالته؟ إيه خالته؟ قليلة لميرة خليها تنزل حبيبي. يلا هي هنازلة. شو وصلت؟ بشرفك روحي معي. ما بقدر، بدي ادرس، عندي كثير فحوصات هالجمعه. لك بشرفك هيفا، هلا بصير تسالني عن ايمن وليش كذبت. طيب رح اروح اجيب اغراضي. زار مين طلع وائل كان سهران معنا هذيك المره. مين؟ هذا خلصني هلا بقى تحت زير اخر الليل. وائل طلع حبيبة للست مروة. عن جد؟ مثل ما عم خبرك. مش معقول هالدنيا شو صغيرة. بس مع سيدك تفاجأت. شو بدك يعني يغطي على قلبي؟ لا بس انه ليك عجبتك كلارا انت ما هيك؟ عن جد انت بكشي براسك. كلارا موظفة عندي لا أكثر ولا أقل. ايه ومفروض انا صدقك يعني. مش رح رد عليك. تعرفني عليها؟ قلتلك أنا كمان. صرنا من الصبح ما حكينا مثل الخلق. بعرف. دخلك هبة بتعرفي بنت أول سنة بسيكولوجية اسمها أمل؟ لا ما بعتقد. ليه؟ لا خلص ماشي مهم. لو ماشي مهم ما بتسأل. ما تكون عجبتك. شو؟ كأنه حاسس في غيرة. أي ما نجاوبني. لا مش هي حبيبي، في مرة زبون كان ناطر بنته عندي بالمكتبة. قال له إن هي أول سنة سيكولوجية فلذلك بتعرفيها. بس هيك؟ ما تكون هيدي هي البنت اللي دقت لك وقالت لك اني عملت حادث. لا شو خص هيدي بهيدي؟ قلت لك دق لي رقم غريب ورديت وطلعت بنت عم تقلي انك عملت حادث قدام الجامعه. ما بعرف ايمن. ماني مرتاحه. شو قصدك؟ نبشتها اسمها تروكولر؟ ايه اكيد نبشت. اسمها كلارا كرم. كلارا كرم؟ ليه حاسه اني بعرفها؟ ما تكون كلارا اخته لكريم؟
سكر الباب وفوت قعدة. في مجال اعرف شو تبريرك لوجودك عند مروة بالشركة؟ دخلك انت مش عبنا بتشتغلي عند خواجة فريد والشغل ماشي كتير منيح وقعد ساعة يمدح فيك قديش انت شاطرة وكفوقة، شو اللعبة اللي عم تلعبوها انت وياه؟ لعبة؟ ايه لعبة. لا لعبة ولا شيء، هي قصة حشرية مش أكتر. حشرية قلتي لي؟ ايه حشريتها أخذتني حتى شوف المرة يلي اخذت لك عقلك ومش قاشع شي بقى قدامك. هالقد بتحبها؟ شو عملت لك سحرتك؟ حشريتك هي اللي خلتك تروحي تتوظف كرمال تترق بيها؟ أصلاً أنت كيف عرفت وين الشركة؟ كريم قال لي. أكيد إنه كريم قال لك؟ ايه كريم قال لي، مين بده يقول لي يعني؟ خواجة فريد شو خصه بهذا الموضوع؟ أصلاً كيف خليك تفل من الشغل؟ فريد ما خصه، وبعدين أنا قلت له إنه مريضة وماني مرتاحة وبدي 3 أيام أوف. وأكيد هو يتعاطف معك وقبل ورحت على الشركة وقدمت طلب سكرتير، ولاحظت انه مروة كانت عايزة حدا ضروري فدغري وظفتني وصرت تراقبيها. قد ايه انت كذابة؟ هالقد انا بحبك وائل. بليز طلع فيي، طلع فيي. طيب قلي هي بشو احسن مني؟ أنا شو ناقصني؟ راكد ورا مرة متسلطة وحقودة، وأنا هون حدك، أنا ناطرة بس إشارة منك. هي على أكيد مش أحسن منك بشيء، وأنت بنت مش ناقصك شيء، بس أنا ما بحبك. أنا حفوت كمل درس جوا. أوكي حبيبتي. ألو. ألو بونسوار أستاذة مروة. أهلين كلارا، خير فيك؟ شي عم تحكيني بهالوقت؟ سوري عن جد عم بحكيكي بهالوقت، بس أنا ما بقى فيي كمل شغل. ليش خير؟ شو صاير؟ بنتي مريضة كتير بالمستشفى وأنا مضطرة أكون حدا. خير سلامتها. بدك أجي لعندك؟ لا لا ما في لزوم أبداً أبداً، مرسي كلك ذوق، بس أنا بدي أعتذر إنه على هالطريقة اللي عم بترك فيها الشغل. لا بالعكس، أكيد بفهمك ولا يهمك. إذا لزمك أي شيء خبريني، أنا موجودة. كلك ذوق أستاذة مروة. أنا لازم سكر، عم بعيطولي بالمستشفى. باي باي. أختي أنا والله لحتق، ما عاد أقدر أتحمل شوف بنتي عم تتعذب قدام عيوني كل الوقت، قلبي عم يحترق عليها. مروة بدنا نروح، ما بصير تعملي هيك بحالك أختي. بكرة آية بتطيب وبتكبر وبتعيش معك، بتشوفيها عروس مثل القمر. ولو الله يسمع منك يا رب، والله انا بدونك بضيع. يي 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 مروشتي لعبتي الحلوه الصغيره،
اختي الكيوت اللي ما عم تكبر ما عم تكبر. تقبريني شو بحبك. بعيد الشر. بتعرفي شو اكتر شي حارق لقلبي؟ شو يا عمري؟ اني لحالي ما معي رجال يشيل عني كتف. هلا اذا حكيت بتزعلي. من اول يوم وانا بقلك فؤاد ماله رجال. فؤاد مو لإلك وانتي خلص غير فؤاد ما بدك. الحب كان عامل لك قلبك اختي، ما كنتي شايفه قدامك نهائيا. اللي صار صار اختي، هو كان غلطه عمري. هلا اهم شيء عندي آية. اي مشكله، بكره بيجيكي حدا يكون ظريف وشرط يكون حلاوه كمان، بتحبيه بيحبك وبيساعدك بآية وبتفرحوا فيها سوا. صدقيني رح تنسي. اعوذ بالله والله من سابع المستحيلات. سكرتيني بحالي. قبل ما اتجوز نديم وكنت حب واحد، قلت خلص مستحيل مستحيل غيره ما في. اجا نديم ونساني اياه ونساني قوي، حبيته وحبني وليكنا مبسوطين وعايشين. اختي ما خلصت الحياه شبك؟ اختي والله انت غير وضع، يعني لا كان عندك بنت مريضه ولا لك حامله هي المسؤوليه، انا وضعي مختلف. كبريه بتكبر، صغريه بتصغر، ويا لطيف. كنت عارف انكم بعدكم عم تحكوا نفس الحديث ونفس القعدة. لا مو نفس الحديث على فكره، كان في شي 10 احاديث صح؟ مروه ما فيك تضلك هيك. قومي غيري تيبك حتى نروح نقعد شي مطرح ونتسلى شوي نغير جو، يلا. والله ماني قادره نديم، مشان الله اعذروني. كمان غلظة، قومي بقى، نديم بيعزم بالسنه مره واحده، يلا قومي بقى. منيح اللي بعرفك كفاية لعارف وين بتكون لما تكون زعلان. عم بقول لك ما بدك ترد علي، فهمنا. هلا جيت، ما فيك تتجاهلنا. أنا اللي بقرر إذا فيي ولا لا. وائل، أنا كريم. أنا مستعد آكل رصاصة كرمالك، ما فيك تلومني على شيء أنا ما خصني فيه ولا بعرفه. هلا بدك تقنعني انه انت ما بتعرف شو كانت عم تعمل اختك عند مروه؟ يا اخي بشو بحلف لك؟ والله العظيم ما بعرف شو كانت عم تعمل. حلو، صرت تحلف عن كذب كمان. صديق وفى. خليني خبرك شغله. الصديق ما بيغدر. والصديق ما بيسكت على الغلط لو شو ما صار. ايه نزل فيه مواعظ. بقول لك ما بعرف شو كانت عم تعمل، عن جد عم تظلمني. انت ظلمت حالك. وائل انت خيي. ايه صداقتك ما بتتمن بالنسبة لإلي، بس كلارا أختي أنا كنت عم جرب أحميها. معك حق، معك حق، ما قدرت فرق بين عاطفتي ومسؤوليتي، وهيدي غلطتي الوحيدة وأنا بتحملها. أختك راحت عند مروة على الشركة لأنه كانت ناوية تأذيها. ما جربت تقول لها إنه اللي عم تعمله غلط؟ يا خيي والله العظيم ما كنت عارف شو رايحة تعمل، ما كنت عارف شو عم تخطط. يمكن من ورا غيرتها حشريتها فوتت حالها بهالخبرية. ليك رح خبرك شغلة من الآخر، ولا هي هيدي لأختك كمان، إنه أنا لو معزتك أنت ما كنت لا بحبه ولا بحترمها، بس أنا كرمالك عم بعمل هذا الشيء. لو ما هيك كنت من زمان تصرفت بغير طريقة. بس كون أكيد إذا بعرف إنه بيوم من الأيام جربت تأذيها لمروة رح أفقد أعصابي وساعتها ما تلومني شو معقولها. ماشي، أعتبرها انتهيت؟ بدي اقول لك شيء، لو شو ما صار ما رح اتركك، وانا وياك رح نكسر كل الحواجز سوا، وبوعدك انك رح تصيري لالي. ما في شيء اسمه رجال يسمع كلمه مرته، في شيء اسمه مره بتطيع جوزها وبس. ليك انا من اول ما بلشنا علاقتنا ما حطيت عليكي ولا شرط، صح؟
بس في شرط يمكن كنت ناسي خبرك عنه، انه امي خط احمر. سامع شو عم اقول لك؟ خط احمر. هبه تعالي بدي احكيكي حبيبتي. ما فينا ناجله، عندي كثير درس. لا كثير ضروري، تعالي قعدي شوي بليز. شوفي بدي اسالك عن شيء، بدك تجاوبيني بكل صراحه. انت بتعرفي قد ايه انا بكره الكذب، بتعرفي اكثر قد ايه انا بكره اني اقسى عليكي، كرمال هيك بدك تجاوبيني بصدق وصراحه. ليش هيك عم تحكي معي؟ شوفي انت شفتيها لستك سهام؟ شو ذكرك بستي هلأ؟ هي بتطلعي فيني، شفتيها لسهام؟ ايه شفتها. فول هاوس، فار الفول يا الله. كنت عارف انه رح اربح الليلة. صحتين. هتوصلونا شباب، حظكم عاطل. شال الارنب يخرب بقى. بسم الله عليك. شو بدك من هالحكي؟ حلو الربح. وإذا بقول لك في طريقة تانية تطلع منها مصاري، تقول لا. كيف؟ وأسرع من البوكر كمان. بلقيس، إيدي بزنارك، قل لي كيف؟ حط وحدة حدا. تعرفهم من بعض؟ فولي مقسومة بالنص. خليها معك وفكر بالموضوع. يعني ما عم بفهم هبة، كيف تجي ستك لعندك وما بتخبريني؟ ما اجى على راسي، والتهينا بقصة الهدية اللي جاب لك اياها وائل. اه من وقتها هبة؟ من وقتها؟ ليه عم تعملي هيك؟ لأيمت بدنا نضل عم نخبي على بعض؟ أنا ما خصني، تيتا هي قالت لي ما جيب لك سيرة. بعدين أنا بدي أسألك ليش منعتيها تحكينا؟ هي هيك قالت لك؟ إيه هي هيك قالت لي. أنا ما منعت حدا، هي اللي سافرت على أستراليا واختفت. أكيد في شي مخبينه علي. هبة ما حدا مخبي عليكي شي، ليه عم تحكي هيك؟ طيب إذا ما عندك مشكلة أنا بدي أعزمها على العشاء. ما رح تطولي اليوم اختي ما؟ لا حبيبتي، بس ميسا امانه برقبتك ما بدي اوصيك اذا فاقت ايا بالليل ديري بالك عليها. ولو بقلبي وبعيوني. ايه لانه ميسا ما عندها بنت تنتبه لها وتهتم فيها. شو هالحكي مرت عمي؟ انت بتعرفي انه ايا وهبه بناتي وتنتين مثل بعض. لا حبيبتي، ايا مش مثل هبه. هبه لازم تكون اولويتك. لانه اخر فتره صرت عم تقصري معها كرمال تهتمي بنت الست مروه، والله بيعلم وين عم تروح بالليل وترجع وجهي الصبح. احترمي حالك لهون وبس. طيب حبيبتي قولي لي وين عم تروحي؟ ما تقنعيني انك عم تشتغلي. مالي مضطره ابرر لك شيء انا. هي اخر مره بسمح لك تحكي بهالطريقه مع مروه. اختي اشرف من الشرف. بكفيها اللي فيها. روحي اختي توكلي على الله شوفي شغلك. مروه؟ سيام شو عم تعملي هون؟ مروة خليني احكي معك شوي. الله يخليك. ما بقى في حكي بيناتنا، حديثنا خلصت من زمان كثير. سهام مروة، انت بتعرفي انه نديم ما قصده يقتلها؟ كان يحبها لميسا. مروة كان عم يركض كرمال بنتك اللي انخطفت، كرمالي لاقي لك اياها لاقلك انت. كرمالي؟ كرمالي قتل لي اختي الوحيده لك؟ انت شو انت؟ ما عندك قلب؟ ما عندك احساس؟ ما عم تقتنعي انه انت وابنك مجرمين؟ قتلتوا لي اختي اللي ما لي غيرها بالدنيا؟ مروه ارحميني، ارحمي هالسنين اللي عشتها بعيده عن هبه. حرمتيني شوفها اشبع منها. خلصتي؟ سهام هبه بتشيليها من راسك على الاخر، بتسمعي؟ هبه خط احمر. ما تخلي تشوفي عندي وش مالك شايفتي من قبل.
ست سوزي وين رايح؟ وطي صوتك، هلا بسمعنا الست هدى. دخيلك سبنا ما تفلي، إذا بيعرف أستاذ أشرف بجن وبيفقد أعصابه. اسمعي، أوعك تقولي لحدا إنك شفتيني، أنا ما بدي سبب لك مشاكل، عم تفهمي؟ واي أنا كنت مقرر فوت نام، بس شكري ربك إنه أنا مش مثلك، يعني ما بحط تليفوني سايلنت بس قرر نام. والله كنت ضليتي هون للصبح لوحدك. بس أنا ما حكيتك لأني خايفة أضل هون لحالي، حكيتك لأنه عبالي أنا وياك نقعد هون قد البحر. شو عرفك إنه كنت رح تجي؟ بصراحة كنت معولة على شغلتين. يلا هن؟ واحدة منهم إنه عقلاتك كبار. والتانية؟ التانية إنه مستحيل تترك قلبك عم يتمشى لحاله بالليل جنب البحر. بسم الله عليك، أنا موهبة الهضام جديدة هيدي. إيه في كتير قصص لسه ما بتعرفها. شو نعطل تخبريني إياه هون؟ ضبط النفس. ما مش قادر أرد قلبي لمحله. وقت أنت عن جد من قلبك تحب تكون معي؟ شو هالسؤال هذا؟ شايفي لما من قلبي؟ كنت هلا كبيتك بالميات قد ما راسي مسكر منك. طيب كتير منيح إذا هالقد مسكر راسك منه. جرب شو ناطر؟ بهيدي الحالة استثنائيا ما لي قلب. يعني أنا كنت عم فكر بشغلة لحالي وهيك قلت بشاركك. بصراحة لقيت مو غلط إنه نطلع مرة تانية نزور أمك وأعتذر منها أنا على طريقتي الخاصة. بس جد عم تحكي؟ أنا جد. بونجور حبيبي. في كريم ليه هيك عم تطلع فيه؟ شو كنت عم تعمل عند مروة بالشركة؟ فينا ما نحكي بالموضوع؟ شو كنت عم تعمل عند مروة بالشركة؟ ما بدي أحكي بالموضوع. لا بدك تحكي. شو عاملة كلارا؟ كريم خلص قلت لك ما فيي أحكي.
شو كنت عم تعملي عند مروه بالشركه؟ خلص كريم، شو بك عم تتصرف معي كأني ولد؟ شو كنت عم تعملي بالشركه عند مروه؟ احكي جاوبي. فريد بعتني لعنده. ليه؟ بيكرهها لمروه؟ ايه بيكرهها وبده يدمرها. لا فريد ما بيعرفها لمروه. هيديك المره وقتها كنا عم نتعشى سوا، وقتها انت جيت كرمال تاخذ مني المفاتيح. انا عم فرجي صور الفواتير على تليفوني، فكنت مسايبه صوره لمروه، هم شايفه وجن. هلا وانت شو؟ عم تساعدي فريد لحتى يدمر مروه؟ مشان هيك رحت على الشركه؟ لا لا ابدا، انا ما كنت مفكره بالموضوع، بس وقت عرفت الخبريه انه قلت انه بستغل الوضع. حلو كرمال شو؟ كرمال وائل؟ بدي اعرف شلون عليك. هي اول مره بحياتي بستحي اقول انك اختي. بدي اعرف شلون عليك. بتحب وائل اكثر مني؟ خايف عليه وعلى صاحبته؟ لو بحب وائل اكثر منك ما بتخانق معه كرمالك. تخانقت معه؟ انا ما بعرف شو تصرفت، انا فكرت كثير بسرعه. وقتها شفت مروه مع وائل وعرفت انه اخذته وصار لها جنات. جنات كريم. طلع فيها. ما عملتي لها عمرها بشغلها؟ شو عملتي لها؟ مش ملاحظة انك صرت عم تسأل كثير؟ اللي بعرفه اللي لازم يصير انه أول ما توصل مروة على الشركة بدي يوصلها تليفون انه لغيوا المشروع. فاهم؟ رح نعمل جهدنا. أنا ما عندي رح نعمل جهدنا. حاضر. عمول المستحيل، اعتمد الطريقة يلي بدك إياها. سلم المشروع لأفضل مهندس بالبلد ولو بدك تدفع 100 مرة زيادة. المهم مروة تخسر المناقصة، وما بقى تحكيني وتدق لي. مراء، اليوم بتعزلي البيت وبتخلي سوزي تساعدي. حاضر سر. صباح الخير أمي. أهلا، صباح النور. شو بسرب ولا ظاهر؟ لا بعدني راجع وطالع وعي سوزي. أول ما شفته ارتحت له. بس هو إنسان كتير منيح من جوا. عم تحكي جد؟ عن جد عم تدافع عنه؟ هو وعدني إنه ما حدا رح يطالني، وإنه لو شو ما صار رح يضل واقف حدي. أنت صدقتيه؟ مين فكر لحاله هيدا؟ بعدين ما قلتي لي ليه بده ينتقم من مروة؟ مين بتكون مروة بالنسبة له؟ هيك ما بعرف. أنا كل يلي بعرفه إنه بيكرهها وبده يدمرها. لورا، أنت شو بدك؟ بدك وائل؟ بعد كل شيء عملته كرماله عم تسألنا هيك؟ أكيد. بس ما بعرف وائل قد ايه معقول يوثق فيي ويحبني بعد كل شيء عملته. اتركي وائل علي، بس بدي اياك ترجعي على الشركة تعملي تحديدا مثل ما بقلك.